جبهة ثورية تتمسك بإرجاء تعيين الولاة. أكدت الجبهة الثورية يوم الأربعاء تمسكها بالاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الانتقالية في جوبا الذي ينص على إرجاء أي تعيين للولاة والمجلس التشريعي الانتقالي إلى ما بعد الوصول إلى اتفاق السلام النهائي. قال رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية التوم هجو في منبر سونا يوم الأربعاء أن الجبهة الثورية ترفض رفضا قاطعا تعيين الولاة والمجلس التشريعي قبل التوقيع على اتفاق السلام، موضحا أن وفد الجبهة التقى الفريق شمس الدين كباشي عضو المجلس السيادي للتداول والنقاش فيما يتعلق باتفاق جوبا وضرورة الالتزام به، إلى جانب ضرورة دعم الوساطة في منبر جوبا ودفع عملية السلام للأمام. وأشار هجو إلى أن الجبهة الثورية بدأت في التبشير بالسلام، وفي هذا الإطار توافد على البلاد وفود من الجبهة وسيكتمل وصولها السبت المقبل. وقال إن الجبهة تضم أربع تنظيمات مسلحة وأربع أحزاب سياسية كلها تتساوى في الحقوق والواجبات، وأضاف أن الجبهة الثورية هي التنظيم القومي الوحيد في الساحة حتى الآن. طيب يعني صحيح تبشير هو بانه خلاص عمليه السلام هتتم والتوقيع هيتم، لكن لماذا هذا التاخير حتى الان؟ يعني والله انا ذاتي استغرب ان مدخل الخبر الاول هم يطالبون بارجاء المجلس التشريعي والولاة. انا ايضا بعد التوقيع اضم صوتي لهم، لانهم اصلا المسمى في القوى مسمى قوى الحريه وتغيير المنصوص عليه في 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 الوثيقه السودانيه الحاكمه الان، الجبهه الثوريه هي جزء منه. لكن فجأة لأنه الناس التفتوا لأنه الجبهة الثورية هي مكونات كفاح مسلح عندهم خصوصية ثانية مفروض تتناقش وضع القوات وضع كذا وضع كذا وضع كذا وضع كذا، أنا أفتكر أنه لا ما في شيء هنا، يعني ليس هناك ما يؤخر الموضوع حتى تلحق الجبهة الثورية بتنفيذ البقية، لأنه أصلا هو الوثيقة نصت على أنه الشهور الأولى يجب أن ينجز فيها السلام. يعني أها أستاذ الشيخ، يعني في التوقيع اتفاق السياسي الذي تم في جوبا كان الاتفاق أن يتم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي والولاة بعد إكمال عملية السلام، ولكن أيضا في الوثيقة الدستورية يجب أن يتم التعيين الفوري للولاة والمجلس التشريعي. يعني الحديث الآن عن أخبار من قوى الحرية والتغيير أنه بعد عودة حمدوك مباشرة من الولايات المتحدة سوف يتم تعيين الولاة، هل ممكن بتعيين الولاة هذا التحذير أو هذا التوضيح الذي جاء من الجبهة الثورية إذا تم التعيين هل ممكن يؤثر سلبا في عملية التفاوض؟ يعني وكان الناس يتحدثوا عن أنه ممكن يتم التعيين وبعد ذاك بعد دخول الجبهة الثورية للمنظومة يتم تغييره ثاني، لكن أنا أعتقد أنه ممكن يؤثر في الوضع. والوضع هو لو انت لو لاحظت عليه ما وضع بين طرفين، وضع داخل طرف واحد اصلا، يعني الجبهه الثوريه هي جزء من قوى الحريه والتغيير وبيعنيها الموضوع ده، لكن هم في تلكؤ من الجبهه الثوريه في بعض القضايا المتناقضه. انا افتكر انه في قضايا كثيره جدا مفروض تحول الى المؤتمر الدستوري السوداني اللي هو حتتناقش مع في قضايا كثيره الناس بدات تبيت فيها، لانه لا الحكومه الانتقاليه عندها يعني شرعيه انه تدي حكم ذاتي ولا غير ذلك من الاشياء، في حاجات كثيره جدا ما 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 موضح الان، لا هي ما يجب انه يتم التفاوض حولها.